إذن من هو المحلل من وجهة النظر الدينية؟ بدي فضنا فضيلة الشيخ أحمد صبري إمام وخطيب وزارة الأوقاف. مساء الخير فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا فيك. وكمان بدنا نرحب بالمحلل أحمد أبو العز. مساء الخير أحمد. مساء الخير. يعني أنت معود صرت على اللقاءات التلفزيونية للحديث بهذا الموضوع صح؟ آه. بس اليوم بدنا نضوي عليه بشكل مختلف وشكل آخر، ولكن خليني ننطلق بموضوعنا مع فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، المحلل كيف بتم التعريف عنه في الدين وفي الشريعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الأول عايزين نفهم يعني إيه أسرة، يعني إيه زواج، يعني إيه استقرار. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لي في القرآن الكريم عن الأسرة وعن الزوجة والزوج، ويعبر عن قرب الزوجة من زوجها والزوج من زوجته، فيقول لي في القرآن الكريم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لما يجي ربنا يقول لي في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الإسلام بيدور على إقامة أسرة مبنية على الحب، على التراحم، على التفاهم بين الطرفين. لكن لما يجي يحصل خلاف بين الطرفين، احنا كنا سجلنا في حلقة عن الطلاق صح، وأنواع الطلاق وكم مرة الطلاق بينهي الحياة الزوجية، وقلنا إنه لما يحدث خلاف بين الطرفين فبنلجأ إلى التراضي. ما لجأناش إلى التراضي وما كانش في نقطة التقاء فبيكون في طلاق. فهنا لو حصل بقى الطلاق اللي بيحرم الزوجة على زوجها إنه يطلقها 3 مرات، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم، يعني أنت بتلعب في الطلقة الأولى والتانية في الوقت المسموح أو الوقت اللي معاك، الطلقة التالتة ما فيش وقت إضافي، كارت أحمر. فلما الزوجة بتقع تحت الطلاق التالت، بعض الناس لجأ إلى ما يسمى المحلل. مين بعض المحلل الناس بقى يعني هو إيه؟ فضيلة الشيخ، بعض الناس، بعض الناس اللي فهموا الأحكام القرآنية والأحكام الحديثية خطأ. بعض الناس اللي وقع في المشكلة دي، اللي يطلق زوجته 3 مرات، يلجأ إلى ما يسمى المحلل ويقول لك أصل الشريعة فيها المحلل. أصل ربنا أباح المحلل، ده كذب. كيف ليه مذكورة الشريعة؟ أيوة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. هنا ربنا بيقول إن الزوج الأول لو طلق زوجته الكام طلقة؟ 3. فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هنا فهموا إنه المحلل إن واحد يروح يتجوز واحدة اتطلقت 3 طلقات عشان يحللها لزوجها الأول. طب ده حكمه إيه؟ ده في الشريعة الإسلامية اسمه التيس المستعار. يعني إيه التيس المستعار؟ يعني إحنا بنستعير الراجل ده، والمشاهد الكريم يفهم كلمة تيس كويس قوي. الكلمة التيس في اللغة العربية تطلق على الذكر من الماعز أو البقر أو ما شابه ذلك، يعني أنا آسف. نعم، للتعبير في التوضيح. فكأن هم بيستعيروا هذا الرجل فيصبح التيس المستعار علشان يحلل هذه المرأة مرة أخرى للي كان زوجها الأول. نعم، لكن ده حرام. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. يعني إيه لعن الله؟ يعني ده مطرود غير موافقة ربنا. لأنه لما آجي أتفق، شوف أنا هقولك على حاجة يا أستاذة رغدة. خلينا نسأل الراجل، تحب مراتك؟ آه طبعا. تحبها جدا؟ آه. طب يا راجل يلي بتحب زوجتك ومتمسك بالحياة الزوجية بينك وبينها، ازاي تسمح لزوجتك ان هي تكون في احضان راجل تاني؟ طيب ما هو السؤال، اذا كان عاوزها وبلحظه غضب بلحظه ضعف حلو قوي طلقها. حلو حلو وممتاز. احنا قلنا الطلاق اللي بيحرم كام طلقه؟ 3، مش واحده، 3.
فهنا انت ما فلحتش انك تحافظ عليها وضربت الثلاث طلقات بتوعك وطلعتهم. يعني ما له شانس، يعني ما له حظ، ما له فرصة جديدة. كأنه الحياة الزوجية بهذه الطريقة بهذا الشكل مش نافعة معاه. فالشريعة الإسلامية بتقول ممكن تتزوج من رجل آخر بس عن غير اتفاق. عن غير اتفاق. لأنه لو حصل اتفاق يا أستاذ رغدة يبقى زواج متعة. يعني إيه زواج متعة؟ يعني زينة. نعم، غير معاه.